السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا هو الحميمات كيف كتشوفوا في الفولير. هذا جزء من شجاني فقط. الحمام كيف كتشوفوا ليه كيمشي للدريت. ها هو الحمد لله الحميمات في ظروف صحية جيدة والحمام مرتاح وتيتشمش. اليوم 21 غشت تقريبا أسبوعين على استقبال الحمام. وكيف كتشوفوا هو الحمام في ظروف صحية جيدة الحمد لله. الحمد لله الحميمات في ظروف صحية جيدة والحمام مرتاح وتيتشمش. اليوم 21 غشت تقريبا أسبوعين على استقبال الحمام. وكيف كتشوفوا هو الحمام في ظروف صحية جيدة الحمد لله.
كيف كتشوفوا حنا بدينا كنعطيو الكريت، انواع ديال الكريت مع الكالسيوم من بعد المرحله ديال لي تريتمون لي فاكسان. هادو هما لي انواع اللي كنعطيو الحميمات هنا في دير بيدي رحامنا. هادو انواع الكالسيوم كيف كتشوفوا، ما يصير ما يصير ما يصير